السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الايربودز او الايربودز. الايربودز او الايربودز، ايربودز دي كانت مختصة بشركة ايفون، اللي هي السماعات اللي تبقى لحد هنا اللي لونها ابيض دي كده، اللي هي نزل منها كوبيهات كتير، بس في نفس الوقت هي دي يعتبر اول سماعة نزلت، اللي هي لحد هنا دي كده، لحد سواء تحت الودان دي كده بسيط. والايربودز اللي هي نزلتها شركة سامسونج، اللي هي بتبقى الصغيرة دي. انا مش هتكلم عن الشركتين دول، بس انا يعني بدي مثلا ايه زي تخيل للمنظر عامل ازاي. احنا هنتكلم عن يعني ايه وايرلس ويعني ايه بلوتوث. الوايرلس ان كان في الاول خالص كان مشكلة السماعات اللي هي زي دي كده، اللي هي اللاموسلك، ان كانت بتتقطع، ان كانت على طول الناس بتشتكي ان اول ما بيحطوا السماعة مثلا في جيبهم ولا حاجة بتتقطع ولا حاجة. فكان عايزين حل ان هو من غير ما السماعات تتقطع وكمان تعيش معاهم فتره طويله قوي، لان سماعات الام سلك ممكن تقعد معاك بكبرها سنه. ده لو انت مستخدم بسيط، يعني مش بتتحرك كتير، السماعه بتحافظ عليها، الحاجات البسيطه دي. لكن لو انت واحد بتتحرك كتير وما اعرفش ايه، ممكن تقعد معاك 3 4 شهور وتتقطع، حتى لو كانت اوريجينال، حتى لو كان الماتيريال بتاعها ماتيريال تقيل والشيلد عليها اللي هو العازل اللي عليها والحاجات الشيل دي تقيل. المهم احنا نتكلم عن الوايرلس. الوايرلس بخصوص الوايرلس، انا من الناس اللي بستهلك سماعات كتير قوي 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 فوق ما تتخيلي. يعني مش عايز اقول لكم، انا في السنه مثلا بستخدم ولا حوالي 6 سماعات، و6 سماعات اوريجينال مش 6 سماعات كوبي. اللي حصل ان انا كنت عايز اشتري سماعه ايربودز اللي هي سماعه تبقى من غير سلك خالص. فلقيت من ضمن اشهر ماركات سماعات في العالم، اللي هي بوز بي او اس اي. بوز دي من الشركات التقيلة جدا اللي بتتعامل في السماعات، يعني شركة تقيلة قوي قوي فوق ما تتخيلوا يعني. المهم فدورت كده على سماعة بلوتوث اللي هي دي اللي في ايدي دي، فكلمت واحد صاحبي في امريكا كان نازل قريب، فقلت له انا عايز السماعة دي. السماعة دي تمنها جديد $250. السماعة دي اشتراها لي مستعملة ب$150. $150 يعني حوالي 2500 ولا 3000 جنيه، تمام. هو اشتريها لي من هنا، فانا قلت ما اجربها وقلت ما اوريكم التجربه بتاعتها، عشان في ناس تبقى عايزه تشتري سماعات بلوتوث ومن شركات تقيله، بس مش عارفين يعني مش عارفين يعني ايه مثلا العيوب وايه المميزات وكده. دي السماعه من البدايه، ده الجراب بتاعها عباره عن باور بانك اللي انت بتحط السماعه فيه وتشتغل، وبعد كده ترجع السماعه تاني. اهو ده بيقول لك عدد الشحن قد ايه في العلبه دي، في الباور بانك دي. ما تدوس عليها كده اهو اهو وترفعها لفوق. السماعه يا جماعه لما تيجي تفتحوها تحس ان هي مكوك فضائي. انا بتكلم بجد، مكوك فضائي، حاجه كده خرافه كده، حاجه كده بنت ناس قوي يعني، تحس كده فخامه السماعه فعلا فعلا، هي فخامه فعلا، ولا هي حاجه شيك جدا. دي كده يعني ان السماعه على التشارجر، لما تيجي تشيل دي كده مثلا واحده منها اتشالت من التشارجر كده رجعت تاني. دي اول حاجه. الحاجه التانيه لما انا جيت اجرب السماعه طبعا يا جماعه من السماعات اللي صوتها خرافي خرافي، بمعنى خرافي. بتجيب لك الباك جراوند بتاع الصوت، بتسمعك اصوات انت ما كنتش بتسمعها في ولا الموبايل ولا على السماعات بتاع الاوريجينال بتاعت الموبايل. السماعات دي بتبين لك الصوت الاوريجينال بتاعها، الاصلي بتاع السماعه. المهم لما انا جبت السماعه دي قلت ما اجربها. السماعه دي يا جماعه سبورتس يعني بتاعت يعني حركه وبتاعت ضد العرق وضد الميه، وسماعه حلو. الفكره لما انا جيت اجرب السماعه بتقعد حوالي 10 ساعات شغاله بدون شاحن. يعني انا دلوقتي حطيت لها فول تشارج يعني السماعه يعني اتملت على الاخر، وبجربها قعدت 10 ساعات او 11 ساعه شغاله، يعني نون ستوبابل يعني اللي هي ايه شغاله على طول، وبتقعد حوالي يوم كامل او يوم متهيالي يوم ستاند باي اللي هي مكالمات، وتبقى قاعده كده ما بتتحرك يعني ما فيش اكتف عليها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه السماعه اللي فيها الكاشن دي، او اللي هي البتاع دي اللي هي دي، اي سماعه تلاقوها فيها البتاعه دي
اعرف ان هي سبورتس، يعني ان هي بتخش في تجويفة الودان دي كده وبتقفل، بتعزلك تماما عن العالم اللي انت فيه. انا ساعات بركبها وانا راكب الباص ولا الميكروباص، بتعزلني تماما. مع ان طبعا اللي عايش طبعا في القاهرة يا جماعة وبيركب ميكروباصات بقى اللي هي بقى المناطق الشعبية والكلام ده، هتعانوا جامد قوي، لان بتاع الميكروباص اساسا بيشغل لك السماعات والبيز ودين دين 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 دين، وتلاقيهم بيسقفوا. لا ده الدنيا بيبقى صعبه قوي. فانت بتبقى عايز، انا كان معايا سماعه الايفون، ايفون 6 اس، كنت مركبها على الـ الاس 8، وللاسف نوت كومباتيبل، يعني مش شغاله عليه بالصوره الكافيه. ولو عايز تعرف صح تفرق ما بين الايفون، السماعه الايفون الاوريجينال والكوبي، فعلا فعلا طريقه صحيحه وطريقه سريعه ومش مقلده، ان انت مش هتقعد تبص بقى على الماتيريال والكلام ده. يا ريت انا هسيب لك اللينك فوق اهو، يعني انت لو بصيت فوق هتلاقي اللينك ظاهر لك دلوقتي، اتفرج عليها. فعلا 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 هتستفاد كتير. المهم لما انا جيت جربت السماعه عزلتني تماما عن الميكروباصات، وبقيت يعني بصي هو شغال في عالم وانا شغال في عالم تاني، والحمد لله بقيت مبسوط. الفكرة ان السماعات لما انا جيت اجربها في المايك، كمان المايك كمان خرافة الخرافة. انا لما جيت جربتها في المايك اول مرة خالص، اتصلت بوالدتي وانا بجربها، بقول لها ماما سمعاني، قالت لي اه يا حبيبي في ايه مالك؟ ماما سمعاني، اه يا حبيبي مالك في ايه؟ لان للاسف بص السماعة هنا، السماعة هنا، انا ازاي هم سامعيني؟ يعني المفروض بتبقى المايك بيبقى هنا في الحتة دي كده، زي المايك ده كده. فلما اجي اتكلم قريبة لكن دي بعيدة شوية، فالسنسيتيفيتي بتاعت المايك جميلة قوي. نيجي بقى، انا قلت لكم طبعا عن السماعات، طبعا الستيريو بقى، طبعا السماعه بتروح وتيجي الصوت والبيز وفعلا فعلا يا جماعه والله في اصوات انا ما سمعتهاش. السماعه اليمين مزوده بتو باتنز، الباتنز اللي هي الزراير، زرار للتعليه وزرار للتوطيه. اهو اهو علي بيوطي، معلش انا اسف على اللي انا مش عن يعني مش عامل فوكس، اهو اهو. والزرار التاني اللي هي البلوتوث اهي، في السماعه التانيه بلوتوث، تمام. السماعه فعلا يا جماعه انا بسمع الصوت كويس قوي، بتكلم كويس جدا، السماعه فعلا 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 كويسه وتستحق الفلوس. الفكره بقى ان انا جبتها طلعت ما تناسبنيش. هقول لك ليه ما بتناسبنيش. السماعه دي سبورتس، سبورتس يعني انت تلبسها وانت لابس لبس رياضي ورايح تجري في البلاي جراوند، او مثلا تلعب في الجيم او حاجه زي كده، لكن ما تلبسهاش وانت لابس بدله مثلا او وانت ماشي في الشارع. ليه؟ هقول لك ليه. بص كده ركز في الحته دي. ركز كده في الحته دي، بص السماعه عامله ازاي على وداني. شرك شرك والله، بس بص عامل ازاي، هي من بره عامله زي الحلقان كده، ولا اللي هو شرك اللي هو الودان الطويله دي. شكلها ممكن في ناس تستقبل الموضوع ده، يعني في ناس اللي بتلبس اللي هي الامبو، الحاجات اللي هي بتبقى زي البيتس اللي هي بتبقى فيه مشبك كده على الودان، تبقى شكلها. بس السماعه عريضه من بره او خارجه من بره بزياده شويه. فلما دورت في الفورمز بتاعت بوز، بقول لهم ليه كبيره كده؟ قال لك هي كده كده فيها بطاريه زياده، ما هي السماعه دي بتقعد 10 ساعات. يعني لو تلاحظ السماعه دي بتقعد 10 ساعات شغاله متواصل. السماعات التانيه زي الايربودز او الايربودز، اير واير، الاثنين بيشتغلوا مثلا حوالي 4 5 ساعات، 6 ساعات بالكثير، لكن دي بتقعد 10 ساعات و12 و11 ساعه كمان. يعني قصدي ان دي بتبقى بطاريه اضافيه، لكن الشكل مش شيك قوي. يعني انا بصراحه الشكل مش داخل دماغي، يعني بص بارزه بزياده، يعني انا شايفها بارزه بزياده اهي اهي. يعني السماعه ممكن في ناس بتستقبلها، انا مش مستقبلها شويه، انا بلبسها في السبورتس بس وانا رايح اجري وكده. السماعه كمان من ضمن المشاكل اللي انا شفتها واتكلمت مع الناس بتوع، يعني شفت مش اتكلمت معاهم، يعني شفت الكويستشنز الاسئله اللي بتبقى على بوز كوميونتي دي، على مجتمع بوز، اللي هي اللي بيقول لك ليه السماعه من ضمن المشاكل بتاع السماعه، اللي انت لما بتيجي تتكلم السماعه اليمين بس اللي تبقى شغاله، السماعه اليمين والشمال مش شغالين، يعني قصدي الشمال مش شغاله، يعني بتيجي تتصل بحد تلاقي اليمين هي اللي شغاله بس. اه هما بيتكلموا ان الفانكشواليتي بتاعتها اللي هي الوظيفه بتاعتها بتبقى افضل في اليمين عشان ما تعملكش مشكله، هما قعدوا يشرحوا. اه تمام، هما بيتكلموا في حاجه طبيه وحاجه علميه، لكن اغلبيه الناس بتبقى عايزه تسمع من الاثنين، ما بتبقاش شغاله من سماعه واحده.
انا من الناس اللي انا ببقى عايز بصراحه وانا بتكلم مع حد ببقى سامعه من الاثنين، يعني بتبقى عشان ابقى منفصل فصلان تام عن يعني عن العالم. بس هما بيتكلموا في حته ايه، اللي انت لو انت بتتكلم بالاثنين ومعلي الصوت على الاخر ممكن صوتك يبقى عالي فبيأذي الناس اللي بره، فانت لما بتبقى مشغل واحده بس والتانيه تبقى موجوده بتعرف تعمل بالانس او توازن ما بين ان انت بتكلمه وما بين صوتك يبقى واطي عشان الناس ما تضايقش الناس. يعني هما بيتكلموا في حاجات علميه، لكن اغلبيه الناس بتتكلم تقول لا يعني دي حاجه مش ديسابوينتد، يعني اللي هي مخيبه للامال. صح يا جماعة اعذروني، انا للاسف مش من الناس اللي انا بحب ما بعرفش اعمل للسماعة كده واصورها من الجناب واطلع من فوق وانزل لتحت، ما بعرفش اعمل مونتاج. انا قلت ما اطلع اصورها لكم عشان يعني ايه اللي نفسه مثلا يشتري سماعة. السماعة يا جماعة فعلا 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 تجربة فريدة، اقسم بالله انا اول مرة اسمع اصوات. انا جبت سماعات كتير، جبت الاي كي جي بتاعت النوت 8، جبت الايفون، جبت الاتش تي سي، جبت ايه تاني، جبت الهواوي، ما جبتش طبعا الامبو والكلام ده. بس انا دي اول ساعة، يعني بص مش عايز اقول لكم انا دفعت فيها حوالي 2500 او 3000 جنيه. يعني انا برضو مستغرب ان انا بدفع 2500 في سماعة، يعني فاهمين انا مستغرب الموضوع اساسا ان انا بدفع 2500 3000 جنيه في سماعة. في ناس بتدفع 10000 جنيه في سماعات اللي هي بقى الهيدفونز والكلام ده. انا يعني قلت ما اجربها، وفعلا فعلا تجربة فريدة وانا بصراحه عجباني السماعه. بس هي السماعه زي ما قلت لكم عيوبها اللي هي بتبقى بارزه قوي من بره. لما باجي اكلم حد بتبقى صوته يعني الـ يعني الفرده اليمين بس اللي شغاله، الشمال لا. زائد ان في ساعات الشمال بالذات بتبقى ديسكونكتد ساعات، يعني مثلا ببقى ماشي عادي في الشارع وفجاه مره واحده وانا بسمع اغاني الاقي الفرق يعني السماعه الشمال وقفت شويه، فوقفت شويه طب يعني وبعد كده ترجع على طول، يعني في لحظات يعني مثلا 5 6 ثواني وتروح راجع على طول. طب ليه؟ دي برضو انا شفتها برضو على الكوميونتي بتاعت بوز، بيقول لها يعني بيسالوا ليه السؤال ده، ليه السماعه الشمال بالذات وهي ماشيه وانت ماشي ماشي فجاه تروح فاصله. بس زائد بقى نتكلم بقى على الجراب بتاعها. الجراب بص بص قد ايه، قد قبضه ايدي، يعني قد قبضه ايدي. الجراب ضخم ضخم، الجراب عامل زي جراب النضاره. بس طبعا طبعا برضو عشان لما تيجي تبص لها هي السماعه مخصصه للرياضيين، فبيبقوا عايزين ياخدوا اكبر قدر مستطاع من البطاريه، فهي كبيره علشان تشيل باور بانك اكبر عشان لما تيجي تشحن السماعات تشحن وتقعد معاك وقت اطول. انا الباور بانك السماعه دي انا شاحنها من امبارح الصبح على الساعه حوالي 9 الصبح، زي دلوقتي زي دلوقتي الساعه 9 دلوقتي، فهي لسه الانوار هي منوره كلها. يعني الباور بانك اللي في السماعة اللي في السماعه اللي في العلبه كبير. بس كده من ضمن برضو برضو العيوب، او مش العيوب اللي هي مش ليتست تكنولوجي، مش واصلين للابديت الاخير، ان الجاك بتاع الجاك بتاع الشحن بتاع البوز ميكرو يو اس بي مش تايب سي. هقول لكم ايه الفرق ما بين الميكرو يو اس بي، لو يعني برضو لو انتم مش عارفين تفرقوا. الميكرو يو اس بي لو تلاحظوا في الموبايلات الجديده هتلاقي مثلا لو ابنك او ابنك او انت جبت موبايل جديد تلاقي ان الشاحن مختلف عن الشاحن عن الشاحن القديم بتاع القديم بتاع الاندرويد او السامسونج. هو ده الشاحن القديم ده بتاع السماعه دي، اما الشواحن الجديده بتاعه التايب سي اللي انت لسه موبايل جديد مثلا زي الاس 8 مثلا في السامسونج، زي بقى الموبايلات بقى الجديده مثلا زي ال 11 الايفون 11 برو، الحاجات دي بقوا شغالين بحاجه اسمها تايب سي. والتايب سي ده هتبقى ده يعني ده بقى الترند اللي جاي بقى، يعني ده هيبقى يعني العالم هيتغير بقى للتايب سي. فالميكرو يو اس بي لسه برضو ايه، لسه برضو في الميكرو يو اس بي. بس تايب سي برضو لسه برضو مش من كبير قوي، ده من 3 4 سنين، فالسماعه دي برضو ايه مش يعني ممكن تكون قديمه عن كده. هم دي السماعه الوحيده البلوتوث اللي عاملينها، يعني دي احدث سماعه بلوتوث عندهم، في سماعات بلوتوث قديمه لكن دي من الاحدث عندهم. الجراب كمان من ضمن الجرابات ان الجراب كبير وعريض، يعني عريض مش يعني لما اجي احط الجراب في البنطلون يعني ده اعرض من الموبايل بكتير كمان. عامل لي سبيس في يعني عامل لي كام مساحه كده كبيره في البنطلون. بس بصراحه نيجي بقى نبص بقى على المميزات والعيوب. لا انا باصص للمميزات، المميزات جميله جدا، المميزات صوت عالي جدا كويسه، سعرها عالي شويه، سعرها هنا في مصر 6000 جنيه يعني كويسه، صوتها عالي صوتها واطي صوتها قصدي صوتها واضح كويسه قوي
كبيره لحد ما بقى في كعيوب كبيره لحد ما. بتعمل بقى اللي هي بتقطع في الودان شويه، بتعمل ساعات بتقطع قصدي في الودان، اللي هي بتبقى الكونكشن ما بين البلوتوث والموبايل، والموبايل والسماعه ساعات بينقطع كده حوالي 5 6 ثواني. برضو هي مش معموله زي يعني برضو من ضمن الحاجات اللي انا مش لاقيها كويسه فيها، ان هي ما فيهاش ميموري فيها. يعني مثلا لما تيجي تلاحظ ان السماعات السامسونج ايربودز تلاقي مثلا فيها ميموري، فيها في السماعه ميموري، يعني انت ممكن تلغي الموبايل خالص. يعني انت مثلا سبت الموبايل في البيت ونزلت بالسماعه نفسها، السماعه فيها 4 جيجا ميموري، 4 جيجا ميموري تحمل عليها اغاني. زائد ان السماعات بتاعت السامسونج ايربودز بيبقى فيها يعني فيها مثلا اللي هي ابلكيشن اللي انت قلت تحسب لك دقه القلب وما اعرفش ايه، وكمان ما فيهاش تاتش، السماعه دي ما فيهاش تاتش. يعني في الايربودز برضو انا يعني بقارن دي ما بين الايربودز عشان كنت عايز اشوف الايربودز برضو. الايربودز فيها تاتش، يعني اعمل كده الاغنيه تتغير، اعمل كده الاغنيه ترجع، ما اعرفش ادوس كده اعمل افتح المكالمه، اعمل كده اقفل المكالمه بالتاتش من هنا. اما دي لا، لازم ادوس عليها من فوق كده. بس انا برضو لما باجي ارجع اقارن دي بدي برضو اقول لا، دي رياضيه، دي سماعه رياضيه مش سماعه كجنتلمان او اللي هي بيزنس، لا دي سماعه رياضيه. السماعه البوز دي برضو انا ما ينفعش اقارن دي بدي عشان دي سماعه رياضيه. انا عايز بقى اقارنها بقى بسماعه رياضيه بقى فعلا، ان انا ابقى جايب سماعه رياضيه وسماعه رياضيه. اما دي كل بيلبسوها رياضيين، يعني دي مثلا تروح الجيم بيها ما اعرفش ايه، دي حاجات رياضيه، لكن ما ينفعش تلبسها مثلا على بدله والكلام ده. بس جدا يا جماعه، شكرا جدا ليكم، وانا اسف جدا على الاطاله، انا دلوقتي شايفها 16 دقيقه، انا اسف جدا، بس والله كنت عايز اوريكم كل حاجه تخص السماعه. شكرا جدا ليكم، وما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتشيره، يعني وتشيره ما بين اصدقائك، عشان لو هم حابين يشتروا سماعه ولا حاجه بلوتوث مثلا غاليه شويه، عشان الرينج بتاع السماعه دي غالي شويه. اتمنى تبعت لهم طبعا الفيديو. واتمنى طبعا لو انت اول مره تشوفنا على يعني على القناه، احنا بنتكلم عن كذا حاجه، بنتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن ساعات الايد، الساعات بتاعه الايد دي، اول قناه في مصر تتكلم عن الساعات بديتيلز شويه. فاتمنى حضرتك يعني تدخل معانا في الموضوع ده عشان ننشر ثقافه الساعات، عشان للاسف في مصر الناس اخر حاجه عندها الساعات، ممكن اشتري ساعه ب 100 جنيه وتبوظ وشكلها مش حلو. فاتمنى تخش معانا في القناه بتاعتنا وتشترك. وبس، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ولو مفيش اي حاجه، ولو في حاجه ما عجبتكش في الفيديو اتمنى تكتبها لي تحت في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين لتالت مره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.